عاجل حقيقة رفع أسعار الخبز ورد عاجل من الحكومة المصرية لكل المصريين، ومفاجأة طريقة جديدة لتحديد سعر صرف الدولار في مصر، ننشر التفاصيل. وعاجل في مصر استمرار حظر تصدير أهم المنتجات، وطلب عاجل من رئيس كوريا الجنوبية للرئيس السيسي، ننشر التفاصيل. وعاجل لماذا تتسابق قطر والسعودية والإمارات على شراء الشركات في مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ليه 2000 لايك أو أعجبني. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل حقيقة رفع أسعار الخبز ورد عاجل من الحكومة المصرية لكل المصريين. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة أنباء صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءا من الشهر القادم. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واللي نفت تلك الأنباء، أكدت أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءا من الشهر القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن. شددت على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمس قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية، موضحة أن قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه. وفقا للحكومة المصرية، من المتوقع أن تصل ميزانية دعم الخبز ل 73 مليار جنيه خلال العام الحالي. أشارت إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين. في سياق متصل، تم تثبيت سعر صرف رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل 3 مليار جنيه شهرياً، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه نحو 900 مليون جنيه شهرياً. وتصل القيمة الفعلية التي تم اعتمادها في الموازنة لزيادة الدعم التمويني الاستثنائي خلال الستة أشهر أكثر من 5 مليارات جنيه. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. إذن لا يوجد صحة للأخبار المنشورة بخصوص زيادة سعر الخبز المدعم في مصر. طبعا كل الكلام ده عالي تمام من الصحة، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي أي أخبار بتقول إن رغيف العيش هيزيد سعره. طبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحة، ويجب أن لا نتبع الشائعات، ويجب إن احنا نبعد عن الشائعات أو الأخبار الكاذبة. أترك لحضراتكم التعليق. المصدر معانا كان من الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري. أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة. طريقة جديدة لتحديد سعر صرف الدولار في مصر، وفتح البنك المركزي المصري الطريق للبنوك العاملة في مصر لتسعير الدولار مقابل الجنيه بالقيمة العادلة، سعيا للسيطرة على أزمة تذبذب السعر في السوق ونقص السيولة. وفقا لموقع القاهرة 24، وهو الأمر الذي يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي ويعجل من الموافقة على منح الحكومة المصرية قرض جديد، كشف مصدر مصرفي مطلع بالبنك المركزي أنه يتم حاليا دراسة آلية عمل العقود الآجلة على العملات الأجنبية بشكل علمي من قبل البنك المركزي، وذلك لبدء عملية التطبيق الفعلية بشكل تدريجي. لفت إلى أن العقود الآجلة، وهو نوع من أنواع المشتقات وأقلهم مخاطرة، ويعمل على تثبيت سعر الجنيه أمام هذه العملات الأجنبية وخاصة الدولار لمدة عام. أضاف أن فترة العقد الأجل تبدأ من اليوم الثالث وحتى 360 يوم،
ويهدف هذا النوع من المشتقات إلى توفير السيولة في السوق من العملة الأجنبية والمحلية، وتعمل على تحديد التكلفة الحقيقية للعملة الأجنبية أمام الجنيه. وضح أن البنك المركزي لن يكون له دور مباشر في آلية عمل العقود الآجلة، حيث يقتصر دوره على إعداد الدراسات والسماح للبنوك بممارسة هذا النوع من العقود ومتابعة تنفيذها بالشكل الأمثل وتدريجيا، لكن البنوك هي من تقوم بتحرير العقود لصالح عملائها. وتابع في مثال توضيحي عشان يعني نوضح لحضراتكم، لو قلنا ان تاجر ما يمتلكش اي مال في الوقت الحالي وبيحتاج للدولار بعد 3 أشهر، فيتم الاتفاق مع البنك على سعر محدد للدولار يتم تسلمه بعد 3 أشهر بالقيمة المتفق عليها، وهنا توجد 3 سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل في الاتفاق على سعر شراء محدد للدولار وليكن 20 جنيه، يتم تسلمها بعد 3 أشهر، وعند حلول معاد التسليم يكون سعر الدولار بنفس قيمة الاتفاق. ففي هذه الحالة تتم العملة الاستيرادية التي يرغب بها العمل دون وجود تسوية. وأكمل أن السيناريو الثاني يكون في حالة حدوث تغير في القيمة بالزيادة أو النقص، وقتها يتم تسوية الفرق في البنك تحت حساب الربح والخسارة، وهو أن يتغير سعر الدولار عند موعد الاستحقاق بأن ينخفض مثلا ل 19 جنيه والمتفق عليه هو 20 جنيه للدولار. في هذه الحالة يحصل العميل على قيمة الدولار وفقا للاتفاق بنحو 20 جنيه دون الالتفات للتراجع القيمة، ويقوم ببيع الدولار للبنك بقيمة سوقية 19 جنيه وبيحقق خسارة جنيه ويعتبر مكسب للبنك. السيناريو الثالث بيكون في حالة أن يرتفع سعر الدولار ل 21 جنيه عند موعد الاستحقاق. في هذه الحالة يحصل العميل على سعر الاتفاق المقدر ب 20 جنيه ويبيع للبنك بقيمة سوقية المقدرة ب 21 جنيه، بيتم تسوية الفرق وهو ربح للعميل وخسارة للبنك. وأوضح المصدر عددا من الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في تحرير عقد أجل، بضرورة كأن يكون عميلا في البنك الذي يرغب في الحصول منه على الدولار، وذلك لأنه لا بد من أن يكون في الحساب في حدود 10% لتغطية فرق الخسارة أو ما قيمته لتسديد الخسارة، وفي حالة وجود خط ائتماني لا يكون هناك داعي لذلك. ذكر أن العقود الآجلة ستعمل على تثبيت الأسعار وتوفير سيولة محلية، وذلك مشيرا إلى أن عملية التنفيذ هتكون ميسرة إذا كانت البنوك لديها موظفين مدربين وعلى درجة عالية من الكفاءة في فهم التعامل بالعقود الآلية، ويمكن أن تحدث عملية التدريب والتأهيل من شهر لشهرين. وأضاف أن البنك المركزي هيسمح للعمل بهذه الآلية بشكل تدريجي، يبدأ بمبالغ صغيرة ثم يتم رفعها تدريجيا. أكد أن البنوك الأجنبية في مصر مثل HSBC وسيتي بنك والتجاري الدولي وقطر الوطني جاهزة للعمل بهذه الآلية في الوقت الحالي. وضح أن البنك المركزي سيتلقى تقرير اجتماع لجنة الأصول والخصوم لكل بنك، وعليه أن يوضح فيه طبيعة العملاء الذين سيتعاملون في العقود الآجلة. ولفت إلى أنه لا توجد رسوم لتحرير العقد الأجل، ويكون فرق البيع والشراء بين العميل والبنك بمثابة رسوم العقد. المصدر معنا كان من صحيفة القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذه الأخبار وطريقة جديدة لتحديد سعر صرف الدولار في مصر. عاوز أعرف رأيكم بخصوص هذه يعني الطريقة دي، كانت يعني أمثلة مبسطة وسيناريوهات مبسطة للطريقة الجديدة للتعامل مع تحديد سعر صرف الدولار. عاوز أعرف رأيكم بخصوص هذه الأخبار في التعليقات تحت أسفل الفيديو. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل في مصر، استمرار حظر تصدير أهم المنتجات. وأعلنت الحكومة المصرية استمرار حظر تصدير الأرز للخارج من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية مع تجديد وإحكام الرقابة على المنافذ. أكد رئيس الوزراء المصري ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري في السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية أن الوزارة تعمل على توفير الأرز وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مختلف السلع الأساسية وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلع الاستراتيجية. في ضوء ذلك أشار الدكتور علي المصلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلي.
إذ وصل سعر كيلو الرز 10 جنيه بالمجمعات، فضلا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين مساويا لثمنه على البطاقات التموينية من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم في هذه السلع الضرورية، مؤكدا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز. كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام. كما أوضح الوزير أن قرار فتح الباب أمام المضاربة للمشاركة في عملية توريد الأرز نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، إذ بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن ل 140 ألف طن أرز منذ بدء موسم الحصاد والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل. لافتا إلى أن عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد. في الإطار نفسه أكد الوزير أن وزارة التموين تستقبل منذ بدء موسم الحصاد توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، إذ تستهدف الوزارة استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 22. وضح أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة. مصدر معنا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يعني هناك خطوات من الدولة لكيفية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وأن المخزون ده يكفي المواطنين لمدة 6 أشهر، وخصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. إن شاء الله يعني ندعو الله أن هذه الأزمة تمر وما يبقاش في أزمة في العالم كله، والدنيا ترجع كويسة والاقتصاد ينتعش مرة أخرى إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وطلب عاجل من رئيس كوريا الجنوبية للرئيس السيسي، وطلب الرئيس الكوري الجنوبي من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم لأنشطة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر. في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السيسي قال إن التعاون بين البلدين يتوسع ليشمل مختلف المجالات مثل محطات الطاقة والصناعات والبنية التحتية والتعاون الإنمائي، وطلب تقديم الدعم لشركات بلاده في مصر. نقلت وكالة يونهاب عن المكتب الرئاسي إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 95 بين مصر وكوريا الجنوبية، طور البلدان بشكل متساوي علاقة التعاون متبادلة المنفعة. وأضاف أن سفير المناخ الكوري الجنوبي هيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي تستضيف مصر الشهر المقبل بصفتها مبعوثة رئاسية خاصة، وأكد أنه سيتعاون بنشاط من أجل استضافة المؤتمر بنجاح. الرئيس السيسي أشار إلى أن التعاون بين البلدين تعمق ليس فقط في البنية التحتية ولكن أيضا في مجالات مثل محطات الطاقة. وقال الرئيس السيسي أنه يرحب بنشاط بدخول الشركات الكورية الجنوبية ذات التقنيات العالمية في مجالات الطاقة الهيدروجين والاقتصاد الأخضر والسيارات الكهربائية وبناء السفن إلى السوق المصرية. المصدر معانا كان من وكالة يونهاب، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. وكان معنا أيضا أبانوب خلفاء المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة ليه لأنه بيتعب معانا جدا. وأشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.